قصد شيء. اليوم طلع بحلقة تحكي عن المرأة والشبكة الجنسي. ايه اكيد. بعض لو انا مشاهد نعم بقول انه هيدي الست اكيد دافعين لمصاري تطلع تشارك بكل حلقة بكل المواضيع. لا بالعكس، لانه انا مرة شريقة وقوية وانا بقدر احكي كل شيء، واللي بحس فيه بحكيه، لان ما بعرف كذب نيشان، انا اللي بحس فيه بحكي لانه ما اي شيء قال لي. اتنشن هور، يعني انت اتنشن للمجتمع. لا لا، انت بتحبي الاتنشن، بتحبي الانتباه، ميتي بتحبي تنشهري؟ ايه بس ما كثير. بتحبي الاضواء؟ لا مش بكل شيء. لا انا ما بغني ولا برقص نيشان، انا بقدم بروجرامات معينه. بس بتحبي انه الناس يشوفوكي، يعني مستعده انه تستميتي لتطلع على التلفزيون؟ نو، انا بحب الناس تسمعني انا شو بحكي بس مش اكثر. شو رح يستفيدوا الناس من امراه عم بتقول انه انا هايبر اكتيف بالجنس، انا بحب الجنس وانا ليش ريشل له حق يحكي كل شيء؟ انا عم بحكي رايي انا وما بهمني شو بفكر العالم. يعني بنهايه هالفقره رح يقولوا انه هذه المراه شهوانيه، منهم بيقولوا مجنونه، منهم بيقولوا ساحره، منهم بيقولوا لاني انا ببصر بيقولوا مش عاوزه. ايمتى قضيتي اجمل علاقه واخر مره كانت؟ لما كنت مع بيا لبنتي. بس وغير شيء ما بيعني لي شيء. الرجل يلي بيتزوج 500 زواج متعه، نعم، 74 مره زواج شرعي، عنده مثل الخضر، نفسيه مجروح من برا، مجروح من بيته. انا برأي انه اللي بيتجوز، يعني شو هالجرح المستديم اللي بيخليه بيصير عنده انتقام للنسوان، بيصير يظهر مع مليار مره. بس في فرق بين النسواني والنسوانجي. النسواني مثل الخضر، تعدد الزواج بالنساء، والنسوانجي مثل الوليد. سؤالي للجمهور الاودينس الموجود معنا، ريموندا صادقة برأيكم أو غير صادقة؟ صادقة أزرق، غير صادقة أحمر. نتيجة التصويت 11 بيعتبروك صادقة، 14 شخص بيعتبروك صادقة. أنت؟ أنا صادقة، أنا متصالحة مع نفسي، ما بهمني شو بقوله، بس ميرسي كتير، لأنه كل مرة فيها تحكي اللي بدها إياه. هو المرة ما لازم تحكي عن شيء صادق بنفسها بتكون كذابة؟ بالعكس، حتى علاقة جنس أما علاقة تكرار زواج هو غلط. المرة إذا عجبها واحد وحبته وراحت نمت معه، شو البروبلم بس ما تكون مجوزة؟ كيف يعني؟ يعني إذا مرة حرة مطلقة أرملة عجبها رجال، ظهرت معه نمت معه، هيدي مش شيء بيتعلق بقلبها؟ ما عندها غريزة؟ نحن إنسان منا حيوانات، لنا حق بالحب والعشق والجنس وكل شيء، بس على طول المرة تعتبر مظلومة لأنه الرجل كائن كاذب. بس أنت إذا النساء رح يقتدوا برأيك، هيدي دعوة إلى الفسق. يعني إذا كل امرأة حبت وراحت وظهرت اللي بيظهروا بالمخفي وليس بفسق نيشان جنسية، لا عم بقول الدعوة تبعيتك هيدي دعوة إلى الفسق. ولا ليه؟ لكل وحدة بتحس شيء بتظهر، أكيد المرأة بتكون العقلة براسها بتعرف الرجال اللي بوجهها، بس أغلبية النساء مظلومين نيشان، عم بينظلموا بكل شيء، بالرجال اللي بيطلع بوجههم، بخيانته، بضربه، بكذبه، ببخلوا بكل شيء. ليش المرأة اللي بتعبر عن شعور برأيها تعتبر عنا غلط؟ بأوروبا بتحكي المرأة اللي بدها إياه، بقول لك نو لاف نو سكس. نحن هون بنسترجي نقول نو لاف نو سكس. أنت شو بتقولي؟ نو سكس وقتل. يعني إذا ما في سكس في قتل هون بلبنان. بصيروا يضحكوا على المرأة الصريحة، على المرأة المتعلمة. أنا عانيت لأنه أنا إذا بقى يعني إذا ما في جنس في قتل؟ هون إذا مثلا في كتير رجال بيقتلوا نسوانهم تيناموا معهم. بيعنفها يعني قتل ضرب؟ قتل وأكتر منهم عم بيموتوا نساء. إذا الرجل يعني ما بتعميها قتلة، مش قتل بيقتلها؟ لا قتل، بتاكلها قتلة، بس عم تزرع عينها، بتنكسر إيدها. في كتير نساء عم بيعانوا من هالموضوع، ما بيحكوا. ليش ما بده يحكي كل شيء الواحد الإنسان بيصير معه؟ نحن صرنا بأي قرن عيب؟ نحن متعلمين، نحن لازم نفهم. بس أغلبية الرجال، بس سوري بدي أقول لك، ما عندهم دماغ من هون، دماغهم من تحت للأسف. في كتير نسوان بتقول لك أنا بتطلع شو بيلفت نظر أكثر شيء للمرة بالرجال؟ نمرة إجره. ليه؟ في سبب معين عند المرة بيقول لك مثلا تشوفه، خلص ما رح احكي شو، تشوفه اذا كبير ولا صغير من نمرة اجره.